احنا مش بس بنتكلم طبعا على موسم انتقالات، لكن بنتكلم كمان على موسم تسريبات. هنركز اكتر الحقيقه على موسم الانتقالات، ونخلي التسريبات دي لوقت تاني، لانه لسه مازال في الحديث بقيه. لكن خلينا نتكلم الاول حقيقه، وبعد ما ارحب بضيفي النجم الكبير كابتن الكبير عادل طايمه اللي بيشرفني النهارده في سادسه. مساء الخير يا كابتن عادل. سليم، نور الدنيا. نورك. بقالك كتير ما يعني ما نورتناش وشرفتنا، لكن فرصه الحقيقه ان احنا نقيم موسم بالكامل مع حضرتك. موسم لسه كنت بتكلم معاك الحقيقه على كل مستويات، اداء، نتيجه شخصيه، بطولات والقاب، كان اكتر من رائع للنادي الاهلي. بس انا حابب ابدا معاك من الحاجات اللي الجمهور حابب يتكلم فيها الاول، وهي صفقات النادي الاهلي الجديده، واخرها طبعا اللي تم الاعلان عنها بالامس، رضا سليم لاعب جيش الملكي السابق ولاعب النادي الاهلي الحالي، والصفقة الأولى اللي سبقتها صفقة إمام عاشور، واللي بالتأكيد طبعا مستر كولر كان صاحب قرار فيهم. شايف الصفقتين إزاي؟ حجم الإضافة اللي ممكن يمثلوها للسكواد الأهلي في الموسم الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا خروج حمدي فتحي في سن 28 سنة، دخل على 29 سنة. أيوة. بيجي واحد تقريبا في نفس المواصفات بتاعته بس في سن أقل، في ميزات، لعيب مكتمل تقريبا، بيلعب رجل اتنين، هيدرز، بصانع لعب، مدافع جيد، مجهوده وافر وسن اقل. فانا بايع حمدي بمبلغ كويس، وفي نفس الوقت جايب من ناحيه الماده يعني. أيوه. فجايب امام بمبلغ على 3 مراحل. فاكيد ده احلال وتجديد، وبتنزل بالاعمار. تمام. الجزء الثاني وهو رضا. رضا طبعا صديق. رضا انت اتفرجت على رضا مع جيش الملك يا كابتن طبعًا عادل؟ طبعًا طبعًا. يعني 22 سنة، حاجة ما شاء الله، رجل الاثنين، بيجيب جوال، بيعمل جوال، بيدافع، بيهاجم، وده فكر الراجل من يوم ما جه. في البداية كان في أداء ما كانش مظبوط، ليه؟ كان في ناس ما كانتش بتأدي الواجب الدفاعي. أي. ابتدى يعلى باللياقة البدنية عند كل اللاعبين، وبعدين ابتدى يدي حوافز، ابتدى يدي تنافس شريف، لحد لما وصلنا ان احنا كله بيأدي. كل الصفقات اللي هتيجي، ما فيش صفقة هتيجي الا وكانت متزنة، بتأدي واجب دفاعي وهجومي. ان الراجل فكره ان انا بدافع كويس قوي وبهاجم كويس قوي. الصفقة رضا طبعا ما فيش شك انها انت محتاج على الاطراف يبقى في دايما بدائل، لانك انت داخل على مرحلة خلال الاشهر الـ4 الـ5 اللي جايين منافسات شديدة جدا وقوية جدا، كاس عالم أندية، أفريقيا، سوبر، دوري، كاس، كلها ماتشات محتاجة، يبقى الدكة لا تقل أبدا عن. وطبعا احنا في المؤتمر الصحفي اللي الراجل بيقوله دايما بيدي كده علامات بتقول ان هذا الرجل بفضل الله عبقري، والعبقري برضو اللي جابه. يعني اللي جاب الراجل ده الراجل عبقري برضو، زي ما جاب موسيماني، وجاب طبعا انا موسيماني انا يعني من افضل المدربين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. يمكن في فتره كده تعرض لهجوم وهو كان تعب سنتين ما فيش راحه، فطبعا كبدني هو وقع. وفايلر، فطبعا هو ما فيش شك انه الراجل فكره في المؤتمر الصحفي بيقول كلام يعني في ناس بتستوعبه، الناس اللي هي بتبقى يعني كل كلمه طالعه من الراجل ده بتفكر فيها. بيقول لك الاساسي عندي هو اللي بيبدا التشكيل، مش الاساسي اللي هو بيلعب على طول، لا. اي الاساسي هو اللي بيبدا التشكيل، اللي بيبدا ال 11 اللي بينزلوا هم دول الاساسيين اللي عندي. اذا انت بقى في التمرين موت نفسك هتلاقي نفسك في ال 11. هتدافع وتهاجم وتأدي، بس المنافسه هتبقى قويه قوي في الحتتين دول يا كابتن عادل. وده المطلوب في النادي الاهلي. انت بتتعادل ماتش ملوش قيمه، الجمهور بيبقى زعلان وغضبان على الرغم من ماتشات ملهاش قيمه. طب ما ايام جوزيه، طب ايه اللي حصل؟ بعد ما خلص الدوري سافر، وكان في 4 5 ماتشات، وما كانش في ساعتها بقى الخط اللي موجود اللي من دول يعني. فانا شايف ان هو الراجل يعني الماتش التعادل بيبقى مشكله، هو بيجهز كل الناس. التنافس الشريف ده هتبص تلاقي، بقول وبعيد وبكرر، اللعيب دايما هيبقى متحفز ان هو قاعد داخل المحاضره، ما انتش عارف مين السردباكين اللي هيلعبوا. كلهم 8.5 من 10 او 8 8.5. الاظهره نفس القصه، في وسط الملعب نفس القصه، يبقى كل واحد عامل حسابه ان هو هيبدا المباراه دي في حد ذاتها قويه جدا
في نفس الوقت مصلحة للنادي. ايه هي مصلحة النادي؟ انك انت يبقى عندك البدلاء، مش البدلاء، الفريق كله اساسي. وده اللي بيعمله جوارديولا في المان سيتي. الفريق عنده ماتشات كتيره متلاحمه، وتبص تلاقي بيعمل عمليه التغيير، وتلاقي الراجل اللي كان اساسي جدا في ماتشات بتبص تلاقيه قاعد احتياطي بيخرجه بره ال 18. ليه؟ لان هو الراجل عنده فكره 25 لعيب كلهم على كفاءه واحده. ما بيجيبش لعيب علشان يجامله، ده بيجيب الفرازه. ولو تفتكر يا احمد، الراجل ده السنه اللي فاتت اتعرض عليه بعض اللعيبه في فتره انتقالات، قال ايه؟ انا مش هجيب حد دلوقتي الا لما اكون مقتنع. ده الراجل بيخاف على فلوس النادي. يعني وصل لفكر الراجل ده اهلاوي اكتر مننا، يعني خايف على فلوس النادي لدرجه ان هو بيقول لك انا مش هجيب اي صفقه الا اذا كنت مقتنع بيها 100%، علشان لما اجيبها تبقى ضامن نسبه النجاح بتاعتها مش اقل من 85%.